وإلى الشأن المحلي، أكاديمية القاسم في باقة الغربية ترعى مشروع حوار بين الأديان، وهناك لقاءات طلابية من الكلية وطلاب من الوسط اليهودي في منطقة الجلبوع. المزيد من التفاصيل مع الزميل جميل برية. قسم العلاقات العامة في أكاديمية القاسم في مدينة باقة الغربية أطلق مشروعا تحت عنوان حوار بين الأديان، وهذا المشروع هو بمثابة لقاءات طلابية من طلاب الكلية وطلاب من الوسط اليهودي من منطقة الجلبوع. فادي قعدان مدير دائرة العلاقات العامة في أكاديمية القاسم والناطق الرسمي للأكاديمية. المشروع الحوار بين الأديان هو عبارة عن مبادرة مشتركة بين أكاديمية القاسم وجمعية حاخامات من أجل حقوق الإنسان. طبعا كما تعلم فإن أكاديمية القاسم وفق رؤيتها الشاملة الشمولية التي تشجع التواصل مع الفئات الحضارية المختلفة وتؤمن طبعا بالتعددية والتسامح وتقبل الآراء المختلفة، ومثل هذه المشاريع طبعا فإنها قد تغني الثقافة والتربية التي نؤمن بها. فكما تؤمن أكاديمية القاسم طبعا فإن الطوائف هي نعمة والطائفية نكمة، إذ أنه يمكن لنا أن ننظر إلى الاختلافات التي بيننا والتنوعات بمنظورات أخرى، ولكن الحوار على أساس التفاهم وتقبل الآخر له أهمية كبيرة، كونه يقرب بين القلوب ويعزز التفاهم والتسامح وفق أسس إنسانية عالية. فادي قعدان من جانبه أكد لنا بأن اللقاء الأول تم إخراجه إلى حيز التنفيذ، وهنالك لقاءات مستقبلية أخرى. هناك 4 لقاءات مستقبلية، وفي اللقاء الأخير سيكون هناك مؤتمر سنعقده هنا في أكاديمية القاسم. البرامج التي نتحدث فيها خلال هذه اللقاءات هي عمليا طرح القصص أو القضايا المشتركة والمختلفة بين الديانات، مثل القصة التي يمكن أن تكون حسب القصة أو الديانة الإسلامية بشكل أو بطريقة معينة، وفي الديانة اليهودية بطريقة أخرى. فمن هنا يمكن أن نتعلم كيف الآخر ينظر إلى هذه القصة من للتعلم أيضا للتشوق لهذه القصص. فمثلا يمكن أن نتحدث عن مواضيع الأعياد وعن الكالندر الهجري والعبري وعن عدة أمور المشتركة ومختلفة بين الديانات. فقط الإشارة إلى أن اللقاء القادم على ما يبدو سينظم الشهر القادم في أكاديمية القاسمي.